فائزين بالمراكز الأولى بهذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحفل الكريم، نتواصل في هذا الصباح مع هذه الانطلاقات الرائعة والجميلة ضمن هذا المهرجان الكبير، مهرجان سمو الأمير الوالد حفظه الله. هنا نتابع في هذا اليوم منافسات سن الثنايا من مسافة 8 كيلومترات. على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط 13 المخصص للإبكار الثنايا. نذهب إلى الصدارة ونتابع المركز الأول على مقدمة الشوط. انطلقت بالمركز الأول الدكتورة علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي على المركز الأول. المركز الثاني أتابع القادمة في هذه اللحظات المتحركة على المركز الثاني، تسللت إلى المركز الأول في هذا الشوط. تمويل سعيد بن حمد بن مسلم العامري، بينما أتابع المركز الثالث تصل في هذه اللحظات القادمة على المركز الثالث مباشرة، والواصل الزمايم حمد بن محمد بن سهيل العامري على المركز الثالث. المركز الرابع أجد التواصل في هذه اللحظات القادمة على المركز الرابع والمتواصل مباشرة مع هذا الأداء صيحة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس أختم النداء وأتابع هنا الواصلة الجميلة فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين على المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا النتيجة للخمس المراكز الأولى في هذا الشوط، ولكن الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات. نرجع إلى المقدمة ونتابع التحديات الأولى، الصدارة هنا على مقدمة الشوط. المركز الأول تمويل سعيد بن حمد بن مسلم العامري على المركز الأول، تقود المشاركين بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني أتابع القادمة في هذه اللحظات على المركز الثاني المتحركة مباشرة مع هذا الأداء العابر. هنا في هذه اللحظات وصلت مع هذا الأداء، أو هنا الدكتورة علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي على المركز الثاني. المركز الثالث على الجانب الآخر القادمة في هذه اللحظات من تحمل الرقم 33 زمايم حمد بن محمد بن سهيل العامري على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هذا التحدي وهذا الأداء الجميل. الله، المركز الثالث هي زمايم حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القادمة في هذه اللحظات والواصلة مباشرة بصيحة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري على المركز الرابع، يقدم هذا الاسم الجميل. المركز الخامس أتابع 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 الواصلة في هذه اللحظات والقادمة مع هذا الأداء الجميل. هذه هي الواصلة بكل قوة شاهنية محمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي على المركز الخامس. النداء الثاني على التوالي في هذا الشوط وهذا الأداء الجميل، ولكن نرجع إلى الصدارة، نرجع مجددا إلى المركز الأول. الله، يا التحديات، الصدارة هنا على مقدمة الشوط. الله 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 الله، الإبداعات الأولى، التحديات الأولى على الصدارة والمقدمة. هنا نتابع هذا الأداء الجميل على المركز الأول، تقدمت مباشرة تمويل سعيد بن حمد بن مسلم العامري الذي يقدم تمويل على الصدارة، وهناك السيارة في الانتظار يراعي تمويل المركز الثاني. أتابع الدكتورة علي بن عتيق بن محمد
بن عطشان الهاملي على المركز الثاني المركز الثالث. اتابع الوصول هنا القادمة في هذه اللحظات زمايم حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري احد ممثلي ند الشباه هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات. هنا يقدم هذا الاسم المركز الرابع. اجد التواصل في هذه اللحظات من بصيحة محمد بن فرج بن راشد بن عبيد المنصوري على المركز الرابع. المركز الخامس اشوف هناك الوصول من الشاهنية محمد بن مبارك بن عبيد بن حارب الشامسي تقدم مع هذا الاداء، ولكن ارى التسلل القادم في هذه اللحظات من العابر. عبرت العابر الى المركز الخامس في هذه اللحظات. رغش بن طبازة بن الدودة العامري على المركز الخامس راعي النصيبة ياتي بهذا الاسم. هنا نتابع الأداء التقدم في هذه اللحظات. الوصول من غزل وصلت في هذه اللحظة أحمد بن مطر بن مايد بن طارش الخيلي على المركز الخامس في هذه اللحظات الجميل. هنا نتابع هذا الأداء المتميز وهذا الأداء الرائع. الصدارة الصدارة هنا مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. نتابع هذا الأداء الرائع. شوفوا 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 التحديات الجميلة. السيطرة الواضحة مع المركز الأول شعار بن عويضان على مقدمة الشوط مع انطلاقة وتحديات الصدارة في هذه اللحظات. شعار أبو حمد على المركز الأول، ولكن هناك الصدارة في هذه اللحظة. مرحبا طير الفرح والشوق غنى. نتابع الصدارة، هذه هي تمويل سعيد بن حمد بن مسلم العامري مع مقدمة الشوط. بن حمرور هنا يقود المشاركين بهذا الأداء الجميل. المركز الثاني أتابع الوصول من الدكتورة علي بن عتيق بن محمد الهاملي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الوصول في هذه اللحظات القادمة. تمويل القادمة في هذه اللحظات. يا زمايم حمد بن محمد بن سهيل العامري على المركز الثالث المركز الرابع. الوصول في هذه اللحظات القادمة مباشرة مع هذا الأداء الجميل. وصلت جميلة على المركز الرابع للسيد فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع الوصول من احتلال سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي على المركز الخامس في هذه اللحظات. بدأ العرض المتميز عند الانعطاف الأخير في هذا الشوط وهذا الأداء الجميل. ولكن نتابع الصدارة والمركز الأول في هذه اللحظات على البداية. المركز الأول أتابع الصدارة، هذه هي المتقدمة. تمويل سعيد بن حمد بن مسلم العامري على بداية الشوط. هذا هو بن حمرور الكيلوين المتبقية عن خط النهاية والمتبقية عن المقصورة الرئيسية في هذه اللحظات على البداية والصدارة. ركز يا بن حمرور، ركز مع هذا الشعار المتميز. أهالي العين أهالي مدينة العين ينتظرون السلام. المركز الثاني أتابع القادمة في هذه اللحظات المتحركة الدكتورة علي بن عتيق بن محمد الهاملي على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع احتلال سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي شعار صياد الرموز أو هنا شعار هنا هداف الرموز على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع أتابع الشاهنية محمد بن مبارك بن عبيد الشامسي على المركز الرابع. الله 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 الله
الإبداعات المميزة. هنا تابع الوصول من السلطنة أحمد بن محمد بن سالم المالكية القادم هنا مع هذا الأداء الجميل. أتابع التحديات القادمة في هذه اللحظات القادمة. غزل أحمد بن مطر بن مايد الخيلي الفيلسوف يصل في هذه اللحظات المميزة وهذا الأداء الجميل. ولكن الصدارة مع المركز الأول. البداية هنا أتابع هذا الأداء الجميل في هذه اللحظات على المركز الأول. انطلقت هنا بالبداية تمويل سعيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري على الصدارة والمركز الأول بهذا الأداء الجميل على الصدارة. هذا هو الأداء المميز على الصدارة والمركز الأول. المركز الثاني أتابع القادمة هنا الدكتورة علي بن عتيق الهامري. الله سلام التحديات الأخيرة. الأداء الأخير غيرت على الصدارة غيرت على المركز الأول الدكتورة علي بن عتيق بن محمد الهاملي. هذا هو بن عطشان على الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. السيارة هنا يفوز بالسيارة مع اللحظات الأخيرة مع الأداء الأخير في هذه اللحظات. هنا تمر أمام المقصورة الرئيسية لتهدي هذا الفوز لتهدي مالكها. هنا علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي. سلام يا الهاملي سلام على هذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس لمالك الدكتورة على هذا الفوز. المركز الثاني يذهب من نصيب تمويل سعيد بن حمد بن مسلم بن حمرور العامري. والمركز الثالث نتابع الثالث في هذا الشوط السلطنة أحمد بن محمد بن سالم المالكي. المركز الرابع يذهب هنا إلى احتلال سليمان بن سعيد بن سالم الوهيبي. والمركز الخامس كان من نصيب هجر شعيل بن عبد الله بن عبد الهادي بن حمران المري على المركز الخامس. تابعنا تنافس قوي وإثارة قوية مع مسافة 8 كيلومترات. واستطاعت الدكتورة أن تهدي مالكة علي بن عتيق بن محمد بن عطشان الهاملي هذا الفوز وهذا الانتصار. توقيت الزمري 12 دقيقة و41 ثانية. 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان من نصيب تمويل سعيد بن حمد بن مسلم بن حمرور العامري. التوقيت الزمني ثانية. جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثالث يذهب إلى الثالث كان من نصيب السلطنة أحمد بن محمد بن سالم المالكي. التوقيت الزمني هو 12 دقيقة 48 ثانية. 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع